السلام عليكم. اذا غادي نبدا في الشرح ان شاء الله ديال الجوميا، يعني جوميا اللي هي يعني عامه في افريقيا وفي مصر وفي تونس وفي الجزائر. هادو هما المبيعات كما كتشوفوا معايا، وهادو هما لي فاكتور غنديهم اليوم. يعني قبل ما تبدا، اول نصيحه يعني قبل ان تبدا، يعني نتكلم اللغه العربيه من اجل الاخوان الاخرين ما يفهموش الدارجه. قبل ان تبدا في مشاركه جوميا، فيجب عليك أن تعرف نوعية المنتوجات التي سوف تقوم باختيارها، وهذه المرحلة هي المهمة كي يقبل يعني الأكون ديالك باش يتقبل في جوميا. يعني شنو هما المنتوجات، وحتى إلا عندك يعني منتوجات غير عشوائية، يعني واش هتنجح، هل تنجح في المبيعات أم لا. يعني هنا إن شاء الله سوف أقوم بشرح هذه الأمور وسأتطرق إليها من بعد هذا الفلوك الذي سوف أثبت لكم. يعني في أول 3 أيام، أول 3 أيام أو 4 أيام حققت مبيعات، يعني ما لأنني عرفت كيف أختار المنتجات. وهنا سوف أذهب إلى هنا سوف أستقل يعني وسيلة النقل التاكسي جرون تاكسي كي أنتقل إلى موقع جوميا. قبل ما تبدأ فعليك أن تبحث هل جوميا تتوفر يعني في مدينتك، يعني في تونس أو في الجزائر، في مصر. مصر فجوميا قديمة، فالأغلب يعني يتعامل معهم يعرفونها جيدا. أما هنا في المغرب فتقريبا جديدة وبدأت الثقافة يعني في الظهور، فبعض الإخوان يمكنهم استغلال هذه المسائل والربح منها. إذا إخواني خليكم معايا من بعد الفلوج اللي غادي نمشي نسلم الطلبيات ديال الزبائن، وإن شاء الله ونكملوا الشرح من بعد هذا الفلوغ هذا. والآن سوف أركب في سيارة الأسرة. إذا إخواني كما قلت لكم، فسوف نتطرق إلى سلسلة من الدروس الشرح، يعني من بعد قبول الأكونت ديالك، يعني ومن بعد يعني الأمور كلها التي تتعلق بجوميا، كيف يمكن لك أن تأخذ طلبيتك، ما هي الطريقة يعني. ومن ثم سوف نقوم بعمل جروب ونشارك، يعني نستفيد بعضنا البعض. الآن أنا متوجه إلى المركز، فقد أتتني طلبيات وسوف أقوم بالشرح لكم بعض الأشياء. كما تلاحظون أصدقائي، أنا الآن في المركز. هذه الساشيات فيجب عليك يعني شراؤها أثناء المبيع. تقوم بوضع يعني الفاتورة في الداخل كما تلاحظون هنا. هذه الفاتورة تقوم باستخراجها من الموقع لما تأتيك مبيعات، سوف أريكم كيف العمل على ذلك. وهذه الساشيات خاصة بجوميا المطبوعة عليها جوميا، التي تصلك إلى المنزل حينما تشتري شيء. هنا أصدقائي سوف أعود إلى مقر العمل إن شاء الله. هنا بأكادير كما تلاحظون، هذا هو سوق الأحد بالنسبة للأصدقاء الموجودون على أكادير، تحياتي هنا. إذا الآن سوف نقوم يعني شرح موقع جوميا، فالمرجو التفاعل مع هذا الفيديو، فهو مجرد فلوق. ففي الفيديو الآتي إن شاء الله سوف نقوم بالعمل على الهاتف، كيف تعمل من الهاتف فقط وتقوم ب كذلك. أصدقائي المرجو الضغط على زر سبسكرايب والمشاركة في القناة وبزر لايك لدعمنا كي نستمر في الشروحات إن شاء الله.